أسدل الستار على وجهية الحارس المغربي ياسين بونو نجم نادي إشبيلية لينضم كوكبا من النجوم العالميين إلى الدوري السعودي. وأكد المصدر في النادي الهلال للكرة مساء يوم الخميس أن الحارس المغربي وقع بالفعل على عقد الانتقال إلى الهلال. ويعد بونو حارس إشبيلية أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى كبار الأندية الأوروبية مؤخرا مثل ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني. وكان رومان خبير سوق انتقالات في أوروبا قد أكد أن الهلال اتفق مع إشبيلية لضم ياسين بونو. وكتب رومان عبر حسابه على تويتر تواصل الهلال للاتفاق مع إشبيلية للتعاقد مع ياسين بونو مقابل 19 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى إضافات تصل الصفقة إلى 21 مليون يورو. وتعاقد الهلال مؤخرا مع أكثر من نجم عالمي هذا الصيف على رأسهم نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، وكذلك تعاقد مع مالكوم البرازيلي. أتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو والضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم جميع أخبار الكرة العالمية والإفريقية والأوروبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.